احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ في حديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث وهل النزول حقيقي؟ نعم الحديث صحيح بل بعض العلماء يقول انه تواتر. والنزول حقيقي ولكنه كما إن إيه شاء الله على كيفية النزول لا نعلمها نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات لا يعلمها إلا الله نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى وهذا في كل ليلة في آخر الليل من كل السنة في رمضان وفي غيره، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر، نعم